انا شفت غير مرحبا بكم في الدبك المباشر العاجل مباشره مدينه المحمديه. كنا معنا وجدك احنا كنتواجدوا في 11 بملعب البشير مدينه المحمديه كما كنتم معنا متاينين متبعينا. فملعب البشير غرق بالمياه الاخوان، يعني كما كتشوفوا الجنابه ديال ملعب البشير غرقت بالمياه كما كنتم معنا في 11 بلا ما نتكلموا على الحيوطه ديالو. فواحد لواحد الحاله اللي في هذا الملعب هذا كما كنعرفوا ان ملعب البشير اللي دار البوز الكل ولا كيتكلم على هذا الملعب هذا باعتبار ان جل الفرق ديال المنطقه الديريه كتستقبل هنا ملعب البشير مدينه المحمديه. كنتم معنا ان ملعب البشير دابا غادي نوريكم الحاله الخارجيه. فتخيلوا معايا مشاهدينا الكرام ان هذه البلاصه هذه هي لا زون في اي بي. هذه البلاصه هذه هي المدخل الخاص بالصحافه والزون في اي بي. اللي جيتي الورقه ديال 1000 درهم 1500 درهم فها هو الباب الاخوان اللي غتدخلوا منه، يعني هذا هو الباب اللي كتدخل منه يعني المنصه الشرفيه ديال ملعب البشير بمدينه المحمديه. فهانتم الحاله الكارثيه اللي كيعاني منها هذا الملعب هذا، يعني كما كتشوفوا معنا حاله يرثى لها يعني ديال ملعب البشير بمدينه المحمديه، حاله كارثيه بلا ما نتكلموا يعني على الارضيه، يعني امام ملعب البشير الدنيا غرقت بالماء، ضعف البنيه التحتيه ديال مدينه المحمديه. فتخيلوا معايا مشاهدينا الكرام هذا هو ملعب البشير. هنا مقابله الان يعني كتجرى بين فريق الوداد الرياضي واتحاد توارقه، التيران غرق من برا. ها انتم الاخوان فبقاو معايا غنقربوكم وتشوفوا الحاله ديال ملعب البشير. فها انتم يعني راه كاين ماتش دابا ملعوب، فشوفوا معايا الحاله مقشرين. ها انتم مزوق من برا اخبارك من الداخل. فشوفوا معايا مشاهدينا الكرام هذا هو ملعب البشير. ها الحيوطه شوفوا معايا الاخوان الحاله ديال الحيوطه. بالله عليكم واش هذا ملعب، بالله عليكم واش هذا ملعب ديال البطوله الوطنيه اللي كيستقبلوا فيه جوج فرق البطوله الوطنيه. الوداد الرياضي كتستقبل هنا، شباب المحمديه كتستقبل هنا، النادي الرياضي السالمي كتستقبل هنا، الجيش الملكي كان كيستقبل هنا. فاحنا كنشوفوا ان ملعب البشير الحيوطه ديالو بداو كيطيحوا، الدنيا غرقت بالماء في غياب تام ديال الناس المسؤولين هنا في مدينه المحمديه. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا يعني بيسين ملعب البشير الاخوان من هنا كيخرجوا. فشوفوا معايا الباب على البيسين الاخوان، يعني قدام الباب بيسين. بقاو معايا وتشوفوا الحاله الكارثيه. هذا الشيء راه شويه من بزاف ديال المعاناه. ها انتم الاخوان ها الحيط طايح، يعني بقاو معانا. ها انتم يعني الكتبه هذه هاد الناس هذو اللي كتلقى واحد مقاريمه واعي كيجي كيشد بيسطول ب 30 درهم خرجه ما كيجي كيوثق به الحيوطه. ها انتم الحيوطه مقشرين بلا ما ندهو عليها، يعني مدخل خاص بالسيارات والحافلات، مشات الحافلات يعني تمسحات. فها انتم على حاله الاخوان هذا راه ملعب اللي كيستقبلوا فيه الان كاين الماتش ديال توارقه والوداد. يعني ها انتم الحاله الاخوان هذه ديال ملعب البشير بمدينه المحمديه. شوفوا معنا الحيوطه الاخوان، يعني شوفوا معنا دابا هذا ملعب، هذا ملعب اللي كيستقبلوا فيه فرق البطوله الوطنيه. الان يعني غنتكلم على واحد القضيه كما كنقولوا حنا سياسه الترقيع، يعني اش اخبارك من المزوق من برا اش اخبارك من الداخل. ها انتم الطوابير الناس اللي كيدخلوا الحاله كديره بلا ما نتكلموا عليها، غادي حتى غدا ان شاء الله وغتشوفوا. يعني بقاو معنا شوفوا الحاله الكارثيه ديال ملعب البشير. يعني ها انتم فهادو هما شباك التداخل، يعني بالنسبه للناس اللي كيتسالوا على شباك التداخل كيديرين في ملعب البشير وكانك داخل الحمام الاخوان. ها انتم الدوش هو هذا بحال داخل الدوش بحال داخل الحمام كتشوف. يعني ها انتم شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني الله يحسن عوان ملعب البشير صراحه نقولها ونعاودها، الله يحسن عوان ديال ملعب البشير مع هاد الفراق هادو ديال البطوله الوطنيه. حتى واحد الكارثه اللي ولاو كيعانيوا منها صراحه ولينا كنشوفوها انتم. يعني جماعه بالله عليكم ان هذا تيران كيستقبلوا فيه فرق البطوله الوطنيه كما وريتكم قبل لحظات، الدنيا غارقه بالماء. ها انتم شباك التذاكر كيدايره الاخوان، اقسم بالله ما عمرنا ما شفنا شي تيران بحال هاد الحاله هادي. بلا ما نتكلموا على شباك التذاكر اللي نقدروا نقولوا انه ديال ملعب البشير، نقدروا نقولوا ان ملعب البشير اللي ولا طوندونس الاخوان ولا ديال البوز الكل ولا كيتكلم عليه. ملعب البشير اللي نقدروا نقولوا ان كل الفرق او جل الفرق ديال البطوله الوطنيه كتستقبل في هذا الملعب هذا. ها انتم الاخوان يعني ما شوفوا شباك التذاكر فبقوا معايا. يعني دابا غادي نوريكم يعني كما قلنا الحاله الكارثيه ديال ملعب البشير لمدينه المحمديه. يعني كما كتشوفوا معايا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، فانتم معنا على المباشر يعني مباشره من ملعب البشير. هذا هو ملعب البشير، الحيوطه طاحوا حاله كارثيه. ها انتم الاخوان دابا غنوريكم الحاله ديال الحيوطه كي ولات. هي هذه مزوق من برا اش اخبارك من الداخل، فهذه لا برا لا الداخل حاله يرثى لها. ها انتم الاخوان شوفوا الحيوطه كي ولاو، شوفوا معنا الاخوان شوفوا الحيوطه كي ولاو. هذا هو ملعب البشير، ها
هذا هو الواقع ديال الملعب المشير مدينة المحمدية. والله يدير التشاول ديال الخير لهذ المدينة، والله يدير التشاول لهذ التيران. إلى هنا مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، نكتب هذا الخبر على عمل علاقتكم باش نوصل. شكرا وعلى اللقاء.